حقك هاو حقك وهاو حقك فيها وحقك اليوم وفي إطار المساواة بين الجنسين نحب نقوله ونأكده اللي دستور الجمهورية التونسية يثمن ويؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين خاطر نلقاه في الفصل 22 منه تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. في الفصل 23 يتناول الدستور أن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز، كما أكد في الفصل 46 منه أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة تدبير ضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. الفصل 51 يؤكد أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، كما تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وفي هذا الإطار نقاو الدولة أصدرت القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل. في إطاره هو نلقاو أنه يعاقب مش ندخل في العقاب توا بخطية تقدر ب 2000 دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف، وتضاعف العقوبة في صورة العود، كما أن المحاولة موجبة للعقاب، كما يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من 1000 إلى 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون وترتب عن فعله حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها. دونك هذا هو مبدأ المساواة في قانوننا ودستورنا التونسي. دونك ميرسي بوكو على المعلومات هذه كل كالعادة سلطانة القانون في فقرتنا هاو حقك مع نجلة فجال. هاو حقك هاو حقك وهاو حقك. دونك هذا هو موضوعنا، تناولناه بخسك من الزوايا الكل، حكينا من الجانب الاجتماعي، حكينا من الجانب الديني، حكينا رؤية العقلية بلوتو جوستمون التونسية كي نتناولوا موضوع العدالة والفرق ما بين وبين المساواة، خذينا العديد والعديد من التدخلات والآراء اللي الحق هو اليوم فما من معه وفما مع ضد، وهذه هي اللي يصنع منا الاختلاف وتقبل الاختلاف. حكينا زادة على جانب القانوني، دونك صغناه بلتو فككناه بسطناه حاولنا نتناولوه من جميع المجالات، ولكن يقعد ديما موضع مطروح للجدل في مجتمعنا التونسي فيما يحوم حول المساواة بين الجنسين، لكنه راه موضوع عالمي ومطروح في جميع دول العالم حتى الأكثر تقدما والأكثر تنصيصا على حقوق المرأة وتناول لحقوق المرأة ومساواة مع الرجل، يبقى هو موضوع مطروح وعلى معناها مطروح ويتناولوه مش حسرة. قلنا نحن ديجا معناها موضوع مساواة بين الجنسين كيف وكيف صراع ما بين الأجيال باش يقعد ديما يتزامن معنا في كل مكان وفي كل زمان، ونقعدوا ديما نتناولوه، والهدف منه هو تحقيق ما يجب تحقيقه على خاطر كل شعب وعنده الرؤية للمرأة وعنده الرؤية لمبدأ المساواة. دونك وصلنا بخسك نهاية حصتنا، باش نتونا نعطي وكلمة ختام من الحصة هذه نبدأ بضيفتنا العزيزة نون، باش تولي مع ضيفة باش تولي من ضمن الفريق. ايا نون انطباعاتك على الحصة، قول لنا شنو استفدت شنو ما استفدت شنو قول لهم احسن واحد سي محمد ومن بعد احسن واحد سي محمد. فرحانة برشا اللي انا كنت معاكم وعايش كنت على الفرصة المزيانة هذه، ومحليكم محلى جوكم محليهم الاولاد حتيتي محليك عايش ميرسي بوكو. والموضوع ياسر مهم وياسر يعنيني ويعني اي حد توا كسوا امرأة ولا راجل وكهو كهو effectivement merci beaucoup نون محمد كلمة الختام. نقدم تحية لنساء تونس الكل واللي يسمعوا فينا الساعة قبل كل شيء، بحكم انه انا ما عندي ما ليش كون باش نقدم تحية لشلسي
كلبة متاعي ديجا حكيت عليها قداش من مرة في السلام. ميمتك نسيتها؟ انا عطيت تحية من سيد الكل. سيد الكل حالته فارق ايتا فارق صح فعلا. صح هي تذيك انثى ولا حسبنا لهاك لهاك. انا عملت شوية يمين اقول ما تروح ميسج ما عندك جيعان نجيك باي قد قد بيني ديك. مش داكل. نجمس كلمة الخيطة. كل عادة ديما الكلمة اللي نقولها ديما حبوا بعضكم احترموا بعضكم راهي بالمحبة الدنيا الكل تتصلح بالعين أكيد. المزيان نراو كل شيء مزيان والمحبة أكثر حاجة توطد العلاقات نتاعنا وتخرجنا من المشاحنات ومن أي صراع تتخيلوه الكلمة الحلوة راهي مفتاح أي خلاف قائم. حبوا بعضكم من غير عقد من غير حسابات من غير شروط. دونك افكتيفمون هذه هي كلمه الختام تاع ليكيب الكل. كلمه الختام اللي بالنسبه لي نجم نصيغها لكم ونقولها لكم اللي راهو نساء بلادي نساء ونفس مازلنا نحن نساء عنا ما نواجهوا عنا ما نقدموا عنا ما نضيفوا البلاد هذه الجميله واكيد تونس ولاده وما تجيب كان النساء اللي تنجم تطلع منا نساء ورجال. دونك كل عاده والعوايد اقعدوا متفائلين راهي الدنيا مازالت بخير وتصبح